مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من برنامجكم التفاعلي شير، والذي نطوف من خلاله وإياكم على أبرز ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعي لهذا الأسبوع، كذلك ما هو جديد في عالم التكنولوجيا وتشاهدونا في هذه الحلقة. أمن شبوة مسؤوليتنا جميعا، حملة إلكترونية لمساندة الأجهزة الأمنية في المحافظة. نجم طيور الجنة الشاب شهاب الشعراني ينجو من محاولة اغتيال. وفي أخبار التكنولوجيا، هونداي تقدم روبوت خدمة العملاء الجديد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. تحت شعار أمن شبوة مسؤوليتنا جميعا، دشن ناشطون حملة إلكترونية واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وتركز الحملة على ضرورة مساندة الأجهزة الأمنية في المحافظة على الأمن والاستقرار. وبتزامن مع هذه الحملة، انتشرت اللافتات الداعمة للأجهزة الأمنية في الشوارع. تهدف الحملة أيضا إلى إبراز الدور المجتمعي المترابط مع دور قوة الأمن في الوقوف صفا واحدا ضد كل المشاريع الضيقة التي تستهدف المحافظة لنشر الفوضى والتخريب والإساءة لشبوة أرضا وإنسانا. وشهدت الحملة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهدينا، من بين التفاعلات اخترنا لكم سمير حسن، والذي تفاعل قائلا: شبوة تزدان بالجمال لولا حضور الدولة وقيادتها الوطنية، لكانت موئلا للقمامة والبسط على الأراضي والفضاء والاغتيالات. كذلك فريد العولقي تفاعل قائلا: المجتمع الشبواني أصبح أكثر وعيا بأهمية الأمن والاستقرار في المحافظة أكثر من أي وقت مضى، ولذلك أن يفلح أصحاب أو لن يفلح أصحاب المشاريع التخريبية في المجتمع الشبواني الذي عايش الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار بعد طرد ميليشيا الإمارات التخريبية. كذلك ناصر الشكيلة علق قائلا: أمن شبوة واستقرارها هدف تهون أمامه التضحيات، ندرك أن الأشرار سيبذلون كل ما في وسعهم لزرع الفتن، وأن غايتهم أن يروا شبوة ممزقة ضعيفة تعمها الفوضى، وفي كل مرة يخيب كيدهم أمام صمود شبوة التي اتخذت قرارها بالسير في طريق البناء والتنمية. أيضا هنا نبيل العواضي تفاعل قائلا: الأمن مسؤولية الجميع لما يمثله من عمود فقري في بناء المجتمعات، ولا يمكن إحداث تنمية وبناء ورخي بدون أمن راسخ، والمواطنين أو المواطن هو السند والعون لرجال الشرطة في أداء مهامهم وتنفيذ واجباتهم الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وحفظها من أيادي العابثين. مشاهدينا الكرام، النمر العربي يمثل النمر العربي رمزا للندرة والجمال في البيئات الجبلية في معظم مناطق الجزيرة العربية ومنها اليمن، وخصوصا المناطق الجبلية والغابات مثل المهرة وبرع وعتمة والبيضاء وأبين. ورغم إصرار هذا الحيوان على البقاء والمحافظة على نوع، إلا أنه بدأ بالانقراض من معظم مناطق انتشاره الطبيعي في السابق، في حين لا تزال أعداد منه تستوطن الجبال الشاهقة في عدد من المناطق اليمنية. ويا للأسف، مع تدهور الأوضاع باليمن وتقاعس أيضا الدولة وغياب الخطط لإقامة محميات للمحافظة عليها والمساعدة في تكاثرها، تتعرض هذه السلالة المميزة للقتل نتيجة الجهل بأهمية وجود مثل هذه
الأنواع هنا في يافع والبيضاء. أيضا مشاهدينا في حلقة سابقة كنا قد عرضنا في محافظة أبين منطقة لودر في التحديد كثيرا ما تتم ملاحقة النمر العربي وقتله دون أي سبب، رغم أنه يختفي نهارا ويخرج ليلا ليقتات على الجياف وصيد الأرانب ولا يعتدي على الإنسان. للأسف هنا بعض الصور تشاهدونها لمواطنينا في يافع بعد قتلهم لبعض هذه الأنواع. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال فقرات هذه الحلقة، ابقوا معنا. وسط المحيط نأتيك بالأخبار والتفاصيل الدقيقة عن حياة أهالينا في سقطرى، ننقل أخبارهم ونعبر عنهم وعن تطلعاتهم بموضوعية وشفافية، كل ذلك وأكثر تجدونه في شؤون سقطرية. جديد مشاهدينا، شهاب عبد الحكيم الشعراني هو منشد وفنان يمني من مواليد محافظة إب، فاز بالمركز الأول في مسابقة عربية. قدم الشعراني العديد من الأناشيد والأغاني الدينية والخاصة بالأطفال والشباب في اليمن وبعض الدول العربية، بالتزامن مع تضييق الحوثيين على الفن والفنانين ومنع وتحريم الأغاني. تعرض الفنان اليمني شهاب الشعراني يوم الاثنين لمحاولة اغتيال أمام منزله بالعاصمة صنعاء. بعد أن طلب منه شخص مجهول الخروج من منزله بالعاصمة صنعاء لغرض التصوير معه، يغدر به بعدة طعنات في منطقة الرقبة، وقيل بعد ذلك أن الجاني يعاني من أمراض نفسية. نتابع. من التفاعلات اخترنا لكم ما ورد في الصفحة الرسمية لشهاب الشعراني والتي ورد فيها: بعد أن استقرت حالته نسبيا يوم أمس وزاره الناس، تعرض لمضاعفات ليلا، نقل على إثرها إلى المستشفى فجرا وعمل عملية جراحية و30 غرزة في منطقة الرقبة، وكل ذلك مذكور في التقرير الطبي. ونحمل الجاني أي مضاعفات حصلت وتحصل للفنان شهاب التي قد تودي بحياته. نسأل الله أن لا تفقد حبيبا ولا قريب.
هنا أيضا الفنان محمد بشار علق على الموضوع وقال: متضامن مع ابن اليمن السعيد النجم شهاب الشعراني الذي تعرض لمحاولة غادرة ولكن نجا بفضل الله، تمنياتي له بالشفاء العاجل، دمت ناشر البسمة والتفاؤل، دامت اليمن شامخة وسعيدة. أيضا هنا أمين المجلي تفعل قائلا: الكنز شهاب الشعراني اكتشفوا موهبته غير يمنيين ودعموه وأصبح مشهور عربيا، رجع بلده بدل ما يشجعوه فجعوه بل حاولوا أن يغتالوه، حسبي الله ونعم الوكيل على المجرم. شهاب بعيد عن السياسة، يغني للحياة، للمدرسة، للوالدين، للأخلاق، تضامننا مع شاب المؤدب المبدع شهاب ورب ينتقم. سلامات الشعراني. أيضا محمد الأحمد تفاعل بدوره قائلا: شهاب الشعراني شاب موهوب يغني للحب والسلام والقيم الجميلة، أثر البقاء في صنعاء، وبالأمس يقدم أحد المعتوهين من عمران على متن سيارة تقل مجموعة من المسلحين يركنون السيارة بعيدا، ثم يترجل الجاني باحثا عن منزل شهاب الشعراني ويستدرجه إلى الخارج، ثم ينهال عليه بالطعن في الرقبة. أما نشوان عبد الله فكان تفاعله قائلا: من يعزف ألحان الحياة لن يعزف ألحان الموت، ومن يحمل آلة الموسيقى لن يحمل آلة القتل، أعطني الناية وغني فالغنى سر الوجود، حي على الحياة. في موضوع آخر مشاهدينا، المصور عبد الله الجرادي نشر صورا قال أنها تعود لدار السينما قديمة في سيئون، وعلق عليها: تخيلوا هذا دار سينما في اليمن من عام 1967، صورت لكم شباك التذاكر والمدخل، وتخيلوا بس كيف عتكون حاليا أو عنكون حاليا لو إحنا من هذيك الأيام نمشي للأمام مش نرجع للخلف. تأسست الشركة عام 1967 وتأممت عام 1971 لتصبح في عهدة الدولة آنذاك، وللأسف لم تعد إلى أصحابها حتى اليوم بعد أن صارت خرابة. تحياتي ل 103 شخص المساهمين، وتبا لمن تسبب فيما نحن فيه كشعب يمني إلى اليوم. تتابعون الآن مشاهدينا هذه الصور القديمة لهذا الدار. إلى أخبار التكنولوجيا وآخر ما توصلت إليه مشاهدينا، محاولة لتقديم المساعدة دون أي تفاعل بشري، كشفت شركة هيونداي النقاب عن روبوت خدمة العملاء الجديد الذي يتميز بالجمال والفعالية في الوقت نفسه. ظهر روبوت خدمة العملاء الجديد للمرة الأولى في صالة عرض هيونداي في عملية تجريبية، وتقول الشركة إن جزءا من الغرض هو استيعاب العملاء الذين يرغبون في تقليل الاتصال البشري أثناء جائحة فيروس كورونا، حيث إن الروبوت مجهز بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي المصممة لتقديم تجربة خدمة عملاء ودية، ويحتوي نظام التعرف على الوجه بالإضافة إلى نظام أساسي لفهم اللغة، مما يسمح له بالتواصل مع العملاء المحتملين. ووفقا لشركة هيونداي، فإن هذا يعني أن الروبوت يمكنه التعرف على دخول شخص ما إلى صالة العرض دون ارتداء القناع، ويمكنه بعد ذلك نصحه بارتداء القناع.
إذا مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شير. تقبلوا تحياتي وتحيات معدي البرنامج والطاقم كافة، حتى نلقاكم في أمان الله.